السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ونحن في رحلة إلى الله وقد وصلنا إلى محطة رمضان. هذه المزرعه المباركه فيها موائد الرحمن وفيها العباده والطاعات لكي نستفيد منها علينا ان نلجها وقد اصبحت قلوبنا مليئه بالايمان ولساننا رطب بذكر الله بعض الناس ما زال في قلبه دخن وما زال في عقله بعض المعارك ماذا علي ان افعل علي ان اكثر من الاستغفار فدعوة لنفسي وإلى جميع الأحباب الكرام أن نكثر من الاستغفار قبل أن يلج رمضان وبعد رمضان بإذن الله تعالى الاستغفار هو أن طلب المغفرة من الله وربنا عز وجل جعل فيه أسرار عظيمة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ورب عز وجل منع العذاب لمن يستغفر كان يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مادام سيدنا محمد كان مع الصحابه ما كاينش العذاب لانه موجود ولكن بعد وفاته شكون اللي غادي يحمينا الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون هذا الاستغفار فيه اسرار عظيمه ومباركه مره كان الامام ابن المبارك في المسجد كيجيو عنده الناس كيحكوا لي مشاكلهم قال لي احدهم يا سيدي قال لي انا عندي الفقر واريد المال وبغيت ربي وهل من حل؟ قال نعم، عليك بالاستغفار، فجلس، ثم جاء ثاني، قال يا سيدي تزوجت منذ زمان ولم انجب والتمست الدواء عند الاطباء ولم يتيسر لي، هل من امكان الانجاب؟ قال نعم، قال لي ما هو؟ عليك بالاستغفار، ثم جلس، فجاء ثالث، فقال يا سيدي عندنا الجفاف والامطار قليله وهل من حل؟ قال نعم، قال عليك بالاستغفار وسوف ينزل المطر فأحد الحاضرين قال يا ابن المبارك عجبا كل من يسألك عن أمر تقول له نفس الجواب الإستغفار الإستغفار قال ألم تقرأ إلى قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لكثر من الإستغفار يعطي الله المال والبنون والخير والصحة والعافية والبركة فأيها الأحباب الكرام ما نبقاوش بعيد ونقلبوا على تحسين ظروف حياتنا بأسباب ربما لها ثمن باهظ نحن عندنا أساليب بسيطة جدا أكثر من الاستغفار وسوف ترى العجب العجاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ما معنى من لازم الاستغفار من واظب عليه سيدنا محمد كان يستغفر الله في كل يوم مئة مرة قال إني لا أستغفر الله تعالى في كل يوم مئة مرة وكان النبي الأكرم يندب الصحابة للاستغفار شحال نديروا العدد العدد دير مرة أستغفر الله أستغفر الله أو قولوا بلا عدد من لازم الاستغفار يعني بلا بلا حصر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه رزقه من حيث لا يحتسب عمرك ما تفكر في الفقر او في الحاجه لان الغنى ديال الرحمن سوف يشملك امتى كيكون الاستغفار كيكون اولا قبل النوم قبل ما ننعس لابد ان استغفر الله تعالى لان الملك يقول اللي دار السيئات كيقول لعله يستغفر لعله يستغفر فاذا استغفرت قبل النوم غفر الله لك حصيره اليوم بكامله كذلك نستغفر عقب الصلاة ملي كنسلم الصلاة كنستغفر ثلاثة مرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما وقع لي من من سهو وعدم تركيز في الصلاة ربي كيتجاوزوا عني كذلك في المجالس عندنا واحد المجلس كنتناقشوا في قضايا دنيوية ملي نسالي المسجد وينفض كنستغفر الله تعالى كفرة المجلس ثم كنستغفر الله تعالى في اخر العمر لابد الانسان يقول ربما هذا اخر عمري ويكثر من الاستغفار حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مطالب بذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الآية نزلت بعد فتح مكة يعني ما بقى سيدنا محمد سوف يغادر فأمره بالإكثار من الاستغفار صيغ الاستغفار أيها الأحبة كثيرا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو نقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ثلاث مرات من قالها غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر بل ولو كانت مثل اوراق الشجر بل ولو كانت مثل عدد رمال الصحراء بل ولو كانت مثل عدد ايام الدنيا اذا قلت ثلاث مرات استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه كي لك الله تعالى جميع الذنوب والخطايا ولكن اعظم استغفار هو ما يسمى بسيد الاستغفار هذا يغفر في الله كل شيء من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فعلينا أيها الأحبة الكرام ونحن نستقبل شهر رمضان نكثر من الاستغفار الاستغفار ونبقى ملازمين للاستغفار الى ان نلقى الله تعالى اللهم اغفر لنا اجمعين وبدل سيئاتنا حسنات وارزقنا خيرا الدنيا وخير الاخره اللهم امين يا اكرم الاكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله